هل المسابقة دي ليها شروط معينة ولا أي حد ممكن إن هو يشترك فيها؟ احنا فتحنا الدنيا بحيث إن احنا ما نخنقش الناس. أوكي. بمعنى أنت بس شخص عاوز تخسر وزنتك، أنا عاوز منك حاجة واحدة بس، يكون عندك الرغبة ولكش دعوة بحاجة تانية. أكيد. طيب نيجي بقى لنظام الراوند، إيه هو وإيه تعريفه وإيه اللي بيفرقه كده عن أي دايت تاني؟ إيه هو في جملتين قصيرين جدا، هو النظام الأفضل والأقوى والأنسب للشعب المصري. للأسف احنا في مصر هنا، او مش في مصر، العالم كله ماشي في الدايت على نظام ان هو موضة او ترند. فجأة تلاقي ناس بتتكلم على ديتوكس ديتوكس ديتوكس، كيتو كيتو كيتو، متقطع، صح؟ حبيبي الدايت مش موضة، الدايت مش ترند، في دايت مناسب ليك. طيب انا ليه احرم نفسي من عناصر غذائية مهمة زي مثلا في نظام الكيتو دايت؟ انت محروم من عناصر كتير. مزبوط. طيب في نفس الوقت في الديتوكس هو نظام بيحصل فيه اوفرلامنج، مسموح لك حاجات وممنوع عليك حاجات. الرمد هو نظام احنا بنحول جسمك انه يبقى قلوي بشكل طبيعي، دمك يبقى قلوي سلايت، حاجة بسيطة جدا، فبالتالي جسمك بيحرق افضل، بيقاوم الامراض، بيقاوم الفيروسات، وعشان كده هو مناسب جدا للفترة الزمنية اللي احنا فيها، وبيعمل حاجة يعني صعبة تلاقي في اي بروجرام تاني. لو خسرتي 10 كيلو في الوزن دي حاجة تبسطك، صح؟ اه طبعا. بس لو في الهدوم بما يعادل 20 كيلو، ايه رأيك؟ ده احلى بكتير. ده الرمد. ان احنا خسرنا 5 كيلو شكلي في الهدوم، انا مثلا افترضنا ان وزني الجاي بدأ 90 كيلو، بعد شهر شهر ونص بقى 80 كيلو، بس انت بتلبسي نفس الشيميز، نفس البنطلون، نفس البلوزه اللي كنت بتلبسيها وانت 70 كيلو، مش انت 80. ده اللي بيحصل مع الرمد.